مرحبا بكم في اورشلايم. انا هنا مع شونتال كندور هنا، انا مغربي من اكادير. مرحبا بكم في اسرائيل، اجيو عندنا كاملين زورونا. مرحبا بكم انا فرحان بزاف، هذه ثاني مره ليا في اسرائيل والحمد لله دوزت سيجور زوين بزاف، وهاد البلاد زوينه، الجو غزال، كلشي زوين. مرحبا بكم، هذه بلادكم وهذه بلادي كيما بلادكم المغرب، ومرحبا بكم في اي وقت. تبارك الله عليكم، تشاو. باشتي واش بصح كانوا اليهود عايشين في المغرب؟ باشتي واش تقدر تحكي لنا كيفاش كانوا عايشين في المغرب مسلمين ويهود؟ الله يا ودي، كانوا في المدينة والبادية، دروب واحياء شعبية. المدينة والبادية، دروب واحياء شعبية. مغاربة بحالنا بحالهم في العادة والتقاليد، مفروقين غير في الديانة. بحالاش الوليد، فيتنا يرحمك الله، كيشاركوا في جميع الأعمال الوطنية، وكيأديوا فروض الطاعة والولاء، وكيبايعوا سيدنا أمير المؤمنين. كانوا في المقاومة أيام الاستعمار. أيه. ومن اللي كيكون الجفاف كيطلبوا معنا الشتا بحالنا بحالهم، كيشاركوا في الانتخابات والأعمال السياسية. وأول حكومة في المغرب كان فيها وزير يهودي بن زاكر ومسيو برديغو ومسيو أندري أزولايرا، باقي الآن مستشار ديال صاحب الجلالة الولي. هادشي راه ما كناش عارفينه، وخاص الشباب ديال دابا يعرفوه.